لا هو سيب الصحة وقول لي التاني انا مش عايز اشتغل في مناخ ده، ده مناخ مقرف، ده مناخ كله تهديد. بقول لكم اللعيبة عايزة تمشي، اللعيبة عايزة تمشي، مش عارفين من نادي رئيس نادي، اللعيبة عايزة تمشي. خلاص يا بيه يا بيه. المحكمة أمرت يا جماعة باعتماد اللائحة، المحكمة الإدارية العليا أعلى سلطة قضائية في البلد اعتمدت اللائحة اللي الجمعية العمومية المحترمة اللي مش معترفين بيها اعتمدت، وراح الورق اتفضلوا اللجنة الأولمبية تراجع اللائحة من ناحية الميثاق الأولمبي. هشام حطب بعت رسالة الوزير أشرف صبحي، اللائحة اللي بيلغوها برضه نادي مليار رئيس من غير لائحة وغير استقرار جو مستقر لا مخالفات ولا أي حاجة، الدنيا هناك جميلة. من هشام حطب للدكتور اشرف صبحي، يسعدني ان اهدي سيادتكم اطيب تحيات مجلس اداره اللجنه الاولمبيه المصريه للاتحاد الشخصي، اتشرف ارسل رساله رفق هذا الخطاب، قرار اللجنه الاولمبيه المصريه رقم 11/2019 بالموافقه على نشر لائحه النظام الاساسي لنادي الزمالك للالعاب الرياضيه، رجاء التفضل من اصدار توجيهاتكم الكريمه بنشر القرار واللائحه بالوقائع المصريه. اول ما اللائحه تتنشر في الجريده الرسميه ولا الجن الازرق يقدر يلغيها لانها بعد 60 يوم تحصلها، ومع ذلك لغوها. مفيش قانون؟ اه مفيش قانون. مفيش جمعيه؟ اه مفيش جمعيه عموميه. مفيش محكمه اعتمدت اللائحه؟ اه مفيش محكمه اعتمدت اللائحه. أنا الحكومة، أنا هشام حطب وأصدقائي، إحنا اللي بنرتب الليل وننفذ الصبح، أنت ما تتكلمش تاني. طب وإحنا، طب والدنيا هتمشي كده؟ نادي من غير رئيس اللي الناس انتخبوه، مين الناس؟ أعضاء جمعية والله، قيمتهم إيه؟ لا لهم قيمة، ده عندك أنت، عندنا إحنا مالهمش قيمة. أنا خلاص لقيت قرارهم، مش هما انتخبوا مرتضى؟ بس أنا بيبو مش عايز مرتضى. ماليش مزاج ليه. أنا عايز مرتضى بس اللي